الرسالة دي لهيثم صاحبي. واللي ما يعرفش نقول له أسد في الصناعة راح الغرب وقال لهم خدوا بيعوا البضاعة. مهندس MBA PhD وفي علم السيارات وصل لحد الفظاعة. بعد كتير من خد وهات خد له كورنر عشان يرد على المكالمات. يا صاحبي ده الرجال بتتقاس بعظم المهمات. اكيد دلوقتي بيقول هو فاكرني ألون ماسك. ده الرز مبعتر على ارضنا نروح نغير لون ونحط ماسك. انا عارفك هتقول من جهة تحط ماسك ده انت لازم تعمله اهم تاسك.